السلام عليكم مساء الورد احلى مساء على الجميع يا جماعه موضوع متعب جدا وبقابل ناس كتير منا بقالي ان يومين عندي نفس الموضوع وجاني كتير قبل كده الام تيبس العظام او تيبس العضلات او الفقرات او العمود الفقري في النهايه هو بيبقى زي كان العظم او العضلات حصلها خشونه ومسكت في بعضيها وما فيش قابليه ان انت يكون في مرونه وعضلاتك تتحرك بسهوله. طبعا في عوامل بتؤدي لكده ايش الاسباب وكيف طرق العلاج المنزليه السهله جدا. الموضوع هذا يا جماعه انا بالنسبه لي بقالي يومين دلوقتي اسفل الظهر المنطقه هذه ما بعرفش اوطي، يعني بحس اني لو وطيت لما باجي مثلا في الركوع في الصلاه او كده ما بقدرش. ساعات بيكون الموضوع هذا له عده عوامل. يعني ساعات بيجي في الرقبة في إجالي مرة في الرقبة هنا لما كنت في الخليج وعانيت منه ثلاث أيام قمة التعب يعني مش ممكن والألام يا جماعة غير إن إحنا ممكن يجي في العضلات في الكتفين في العظام بتاعة الأرجل أو العمود الفقري وهذا أصعب حاجة أنا جاي لي في أسفل الظهر من أول امبارح متعب جدا طيب الأسباب اللي بتوصل الواحد إنه يصاب بهذا به يعني الموضوع مش مقلق كتير وبالذات لو ما تخطيتش سن ال 40 واللي بعدي ال 40 المفروض يروح يعمل اكس راي واشعه لكن ما دام انت عفوا يا بابا بابا بليز اه تعالي هنا حبيبي عشان بس طيب الموضوع هذا اه زي ما قلت لكم اه لو تخطيت ال 40 لازم تعمل اكس راي واشعه لانه اه الجسم بيكون بدا بقى يعني عامه يا جماعه الموضوع بيكون وراثي بنسبه كبيره جدا بتلاقي الموضوع وراثي في العائله انه في مشاكل في العظام او في العمود الفقري بتتوارثها الاجيال هذا النسبه الشائعه منه او بيكون قله تمارين ورياضه الجسم كسلان ومتيبس الحركه قليله جدا او الحاجه الثالثه ان احنا بنعمل اوضاع غلط بنقف فجاه بنقعد فجاه زي عندي في الحديقه ممكن اقعد مثلا ساعه او اكثر واني مثلا مجرفص او موطي بعمل حاجه في النباتات في الاشجار هذه كلها اوضاع غلط هي اللي بتسبب ان انت فجاه وبالذات الموضوع بيحصل بعد ما ننام مثلا يعني نكون مسترخين فتره كبيره وفجاه نصحى من النوم بعد وضع في استرخاء بنبدا نحس بقى تشنجات والام في العظام رهيبه الحل يا اما تمارين رياضيه وهي الاساس نبدا بقى بمزاويه عشان كده حتى لما بنصحى من النوم ونحس ان فيه تيبص في تيبس في الظهر او الرقبه بعد ما بنبدا نشتغل ونتحرك بنبدا نحس ان الالم مش زي الاول يعني الجهد والتمارين والحركة والدورة الدموية وسيولة الدم وأن الجسم يشتغل بيؤدي أن الواحد يحس أنه يعني تعرج وتتعب والدورة الدموية تشتغل حسبي بابا هنبدأ نحس أن الأمور تمام ويبعد عنا الموضوع تاني حاجة هذه التمارين الرياضية الدهانات علينا بالكريمات الموضعية والدهانات أنا بستخدم اللي هو الفيكس وأبو فاس وفي حاجات بتترش زي الموف وما شابه هذه كلها برضو رائعة جدا كتدليك أو مساج للمنطقة المتعبة وساعات يا جماعة بس بابا حبيبي البرودة أو السخونة بتفيد جدا في الموضوع يعني نستخدم مية سخنة أو مية باردة بتفيد كتير جدا كصدمات إنها تمنع الموضوع هذا آخر حاجة قلنا على موضوع آخر حاجة ان احنا ممكن نلجا للعلاج زي مسكنات الالام والكيتوفان والما شابه يعني اي مسكن الام او حاجات تضيع لنا الالم او مضاد التهابات هي هذه بتكون الحل النهائي واللي ما بنصحش بيه خلينا دايما في الطبيعي هذه كل حاجه ممكن نقولها عن الموضوع هذا يا جماعه كيف نعالجه وايش اسباب ظهوره الموضوع متعب جدا لو تغفلنا عنه ولو زاد عن يومين ثلاثه المفروض نبعد عنه تماما يعني ونروح للدكتور ونعمل استشاره احلى مسا من اخوكم نعيم وربنا نكون استفدنا معلومه حلوه الموضوع انا مريت بيه شخصيا ومتعب جدا يا جماعه وانصحكم يا اما على طول نعرف الاسباب ونعالجها يا اما يكون في رياضه ونمنع اصلا الاعراض انها تظهر لنا لانه موضوع متعب جدا يا اما نكون حريصين جدا برضو ان احنا ما نسيبش الموضوع كده لازم نعمل عليه ان احنا ما يحصلش لنا الاعراض اصلا بتاعه تيبس العظام أو نعرف الأسباب ونعرف برضو كيف نعالج الموضوع والاستشارة والدواء الطبيعي اللي من المنزل سهل جدا وإن احنا نلعب رياضة نشوفكم إن شاء الله فيديوهات تانية وأحلى مساء والسلام عليكم